أهلا بكم متابعينا الكرام. صناعة السيارات متشابكة للغاية، وستتفاجأ بأن غالبيتها مملوك لمجموعات تجارية. لذا نستعرض لكم من يمتلك من بين شركات السيارات. بي ام دبليو تمتلك علامات بي ام دبليو، ميني، رولز رايز. دايملر تمتلك علامات مرسيدس بما يتضمنه السيارات والشاحنات سمارت بنسبة 50%. جنرال موتورز تمتلك علامات شيفروليه، كاديلاك، بايك، جي ام سي. هامر التي ستعود كجزء من جي ام سي هولدن التي أوقفت مؤخرا. فيات كرايزلر تمتلك علامات كرايزلر، دوج، جيب، رام، فيات، ألفا روميو، مازيراتي، فيراري. فورد تمتلك علامتي فورد، لينكون. هوندا تمتلك علامتي هوندا، أكيورا. هيونداي تمتلك علامات هيونداي، كيا، جينيسيس. بيجو ستروين بي اس اي تمتلك علامات بيجو، ستروين، دي اس، أوبل، فاكسوهول. تحالف رينو نيسان ميتسوبيشي يمتلك علامات رينو، نيسان، إنفينيتي، ميتسوبيشي، داسيا، داتسون، لادا. تاتا تمتلك علامات تاتا، لاند روفر، جاغوار. تويوتا تمتلك علامات تويوتا، لكزاس، هينو، دايهاتسو، سوبارو بنسبة 20%. فولكس فاجن تمتلك علامات فولكس فاجن، أودي، بنتلي، بوغاتي، لامبورغيني، بورش، سيات، سكودا، مان للشاحنات الثقيلة، سكانيا للشاحنات الثقيلة، دوغاتي للدراجات النارية. جيلي تمتلك علامات جيلي، فولفو، لوتس، بروتون، شركة تاكسي لندن، دايملر بنسبة 10%، سمارت بنسبة 50%، بوليستار للسيارات الكهربائية عالية الأداء، لينك أند كو للسيارات الصينية الفخمة، تيرافوجيا للسيارات الطائرة.